8 شهر اب مخيم الركبان، نعاني من قله المياه، قله المياه كثير بتنضخ لعنا ساعتين او اقل. شوفوا على العالم شلون تراك مع الخطوط، لا واحد ياخذ برميلين او ثلاث لبيتي. الاولاد عم يجوا بالقلانيت من بعد 500 متر و700 متر، عم يعبوا كل واحد 10 لتر 10 لتر وعبين على دوره، عم يغسلوا بدوره ويرجعوا تيعبون عم يلاقوها مقطوعه. يعني بده يغسلوا ولا بده يشربوا من هن ولا بده يشربوا اهاليها؟ مي شرب للشرب معنا، بدنا نشرب ما في مي، لا اواعينا لا غيره، بدنا بس نشرب، ما بدنا نغسل هدومنا بس، ما قلت مي. وضعنا سيء جدا كثير، لكن هاي السنة والله يا أخوي عم نعاني من نقص من المياه، لأن منظمة اليونيسف خفضت نصف الكمية وما في مياه. والله بدنا نغتسل ما في مياه، بدنا نتوضأ، بدنا نصلي ما في، نتيمم تيمم. الله يبارك فيكم يا أخي. طبعا عاني المخيم من نقص الأدوية النوعية والمواد الطبية والأجهزة الطبية وحليب الأطفال والمواد الغذائية بشكل عام بسبب الحصار المفروض على المخيم. يقدم مستوصف شامل الخدمات الإسعافية فقط وسط نقص مثل ما قلنا بالإمكانيات من أجهزة، من مواد طبية، من أدوية. طبعا ما في أي جهة داعمة ولا أي منظمة تقدم أي دعم أو أي نوع من أنواع الدعم سواء بالأدوية أو الأجهزة الطبية. والله العالم كله عم بتعاني، حتى في عنا أطفال والله منظرين بشوارع المخيم شيء غير الألم. ما في عنده قدر النساء تغسل أطفالها، بتعرفوا الأطفال بيلعبوا بالتراب وبيلعبوا بالهاي، ما في، وضع سيء جدا عنا. برميل المي 3000، وإذا هاي إذا وجد طنبر تترجاه 100 مرة لحتى جيب لك برميل ب3000 ليرة. أطفال هون عم تعاني من أمراض، عم تعاني من وباء هون عنا، ما بي طبابة، ما بي غذاء، ما بيشي عندنا هون نهائياً.